السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب كله بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية، استكمالا لجولتنا على شارع البحر، شارع الكورنيش، شارع الجيش. وصلنا داخلين على منطقة كامب شزار، أمامنا البحر، البحر مفتوح أمامنا، الهواء الجميل، التريض، استنشاق اليود، منظر الطبيعة من هنا، منظر بحري أنفوشي، سيالة، منطقة أبو العباس، كله ظاهر من هنا. داخلين على منطقة كامب شزار، خارجين من سبورتينج الإبراهيمية كليوباترا، خلفنا وداخلين على كامب شزار الشاطبي، أزاليتا، حط النمل، من الأماكن الجميلة جدا موجودة في اسكندرية، بسبب إن الجو هنا مفتوح مباشرة منك من الشارع على البحر مباشرة، إلا مع وجود بعض الكافيهات البسيطة. موجودين في منطقة كامب شزار على شمال الصورة، مسرح اسماعيل ياسين القديم اللي هو حاليا مجمع عبد المنعم جابر. عبد المنعم جابر طبعا ده مقاول كبير، أول من بدأ يهدم العماير في اسكندرية، العماير القديمة. مجمع عبد المنعم جابر ده مجمع سينمات ومسارح على أنقاض مسرح اسماعيل ياسين. شارع أرشميدس اللي بيفصل ما بين منطقة كامب شزار ومنطقة الشاطبي، صابر الإسكندراني، كافيه أو كافيتيريا صابر اسكندراني مشهورة جدا في كامب شزار. الشارع اللي جاي أو الإشارة اللي جاية شمال ده الشارع اللي بيفصل ما بين كامب شزار والشاطبي، شارع أرشميدس، كوبري الجامعة، مدارس الليسي، المعهد الفني، كلية الهندسة، كلية العلوم، شارع أبو قير، مقابر المسلمين، مدافن المواساة. طبعا على يمين الصورة ده كان شاطئ الشاطبي العام، على الشمال كلية سان مارك والمدافن البطلمية ومسرح بيرم التونسي والمطافي وبيت الشباب، وعلى الشمال دي عمارة ركودة اللي كان ساكن فيها عمر الشريف، وعلى اليمين كازينو الشاطبي القديم اللي تم توضيبه وأصبح بهذا الشكل كازينو الشاطبي الجديد. كازينو الشاطبي الجديد له شاطئ خاص وله جراج على البحر مباشرة. على الشمال دي عمارة الأواف، وأسفلها أو بجوارها مقام سيدي محمد الشاطبي اللي سمت على اسمه منطقة الشاطبي كلها. على شمال الصورة العمارة اللي على الشمال، البحر اللي شايفينه، العربيات دي جراج على البحر مباشرة، جراج ملوكي، العربية راكنة على البحر مباشرة على المية. على شمال الصورة مبنى إدارة الجامعة، جامعة اسكندرية، خلفها شارع بورسعيد وشمال المسلمين وشارع هيرودوت والترماي، شارع قناة السويس. على شمال الصورة مدخل اسكندرية الصحراوي والزراعي والدولي والساحلي. أيضا على شمال الصورة مبنى مستشفى الشاطبي، وعلى يمين الصورة شاطئ السلسلة للعائلات. يوجد خلف هذا المبنى، مبنى مستشفى الشاطبي، المجمع النظري لجامعة اسكندرية، كلية آداب، كلية تربية، كلية تجارة، سياحة وفنادق، حقوق. المبنى اللي على الشمال طبعا ده مبنى مكتبة الإسكندرية، منارة العلم في الإسكندرية وفي مصر كلها. أمام المكتبة في تمثال عروس البحر، وبجوار المكتبة في قاعة المؤتمرات الرئيسية في اسكندرية. أمامكم مكتبة الإسكندرية الشاطبي، شارع البحر، شارع الجيش، شارع الكورنيش، على اليمين مركز المؤتمرات الرئيسي في اسكندرية، القبة السماوية، سينما علمية. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا، أشوفكم إن شاء الله في جولات قادمة بإذن الله تعالى.